كنقول لك انا لحسن الاستقبال والبيبان ديالو مفتوحين وبديت نمشي معايا الشركه مرحبا به وشوف سي الرئيس يجي سي الرئيس المستقلين وكيقول لك على انه والمشكل السوداء يدار واحد المستخدم هذاك المستخدم وكما شاهد العطف وكما شاهد العطف ديالنا تحت الاخوان هذا السي الرئيس وكما شاهد العطف ديالنا هذاك المستخدم غادي يمشي كيقول له حنا كنا نخدموا في الخفاء شكون اللي يخدم الخفاء اللي كيخدم الخفاء انا خوش ما ناخذ اللي يخدم الخفاء هو اللي كيدير الثاني في السي الرئيس سي الرئيس انا كنقول لك السي الرئيس حتى واحد ما بغيناه على انه يتعالى على السي الرئيس والبارح كيقول لهم لا لا خاصو يجي 5 درهم خاصو يجي 10 درهم خاصو يجي 20 درهم الله اكبر الخطار هذا اللي معك بطاطا وباش نوضح للساكن واش ليا ما فهمت راه كراسه هاد الناس ديال الهيئه ديال التطبوع حنا حاجه غير في نص الرئيس ما بغيناش النفق اللي ولا نتضح على ان السي الرئيس المستقلمي كيخدم واحد لاجوندا اخرى لاجوندا شنو هي وقلت لك السي الرئيس اللي جا السي الرئيس المدير العام للطوميزات على انه كاين ايادي خفيه بغا تهرس هذا الخطاب باش يجيبوا ناس اخرين وحنا عندنا الشرعيه ديال السكينه والله واحد من المتالقه يا الطوميزات ريلو هو ساهم السي الرئيس المدير العام تاع الشركه ديال الحفريه يدفع حد التسويه المحكمة التجارية والطبيصة تليدة بغاو يموتوا لنا بفول الفتنة في هاد المدينة بغاو يموتوا لنا بفول السي الرئيس في هاد المدينة بغاو نخلوا نركبوا في الطاكسيات ب 10 دراهم نركبوا ب 100 درهم وحرام عليهم ما يخلوش تجربة لهذا السي الرئيس الله يسلمك خير خاصة تجيب